أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا سيدي أحمد تجاني وعنا به، آمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم، ويا إيه؟ نداء على وجه الحب والحنان، ألذ من دخول الجنان. ويا آدم، شوف سمع سيدنا آدم ربنا ذكره في القرآن كم مرة؟ 25 مرة. حب ده ولا مش حب؟ 25 مرة. ويا آدم، يعني ربنا مش قال له مرة واحدة، كم مرة؟ 25 مرة. ويا آدم اسكن. قبل ما ندخل بقى في قصة سيدنا آدم، لازم نعرف مين هو سيدنا آدم. احنا مش عارفين مين سيدنا آدم. سيدنا آدم دوت حاجة عظيمة جدا 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 فوق ما تتصور. كان أجمل الخلق. كان إيه؟ جميل. ربنا خلقه بإيديه، لما خلقت بيدي، ربنا خلقه بيديه، فكان الخلق جميل وطويل وعاش 1000 سنة. تتصور بقى خلق في هذا الجمال يعيش 1000 سنة، وألف سنة دي يعني إيه؟ ويتجوز ويخلف وكل حاجة. سيدنا نوح عاش 1000 سنة إلا 50، وبعد ما المركب رسيت خلف أولاده 3، يعني خلف هو عمره 950 سنة. سام وحام ويافو دول خلفهم وهو عمره ايه؟ دلوقتي بقى شوف الخلق عامل ازاي، بينقص بيتناقص. فمحدش يصور بقى سيدنا ادم ان هو رجل كهف وشعره طويل لا، ده كان وجيه جدا، الوجهة كلها والاخلاق العالية وكل حاجة. وعلم آدم الأسماء كلها. العلم كله، العلم كله ربنا علمه لسيدنا إيه؟ وقال له يا آدم علم الملائكة، أنبئوني بأسماء كذا كذا، أنبئهم بأسماء إيه؟ قال له أنبئهم يلا علمهم. وقال صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. يعني فضل سيدنا آدم على الملائكة كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدنى واحد في الأمة، لأن الملائكة عباد وليسوا علماء، أما آدم فعالم وعلم الإيه؟ الملائكة. وظل 1000 سنة يعلم أولاده. مفيش حد علم كده أبدا. ولذلك كل حسنات بني آدم في صحيفة آدم، كل حسناتنا في صحيفة مين؟ وأكبر حسنة لأكبر ولي تعتبر سيئة بالنسبة لسيدنا آدم، لأن سيدنا آدم نبي معلم مكلم. قالوا يا رسول الله آدم أكان نبيا؟ قال: نبي معلم مكلم. كم بقى؟ نبي معلم مكلم. قال: كم بينه وبين نوح؟ الرجل اللي بيسأل ده قال له: كم بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون. يعني بين سيدنا آدم وسيدنا نوح 1000 سنة. قال: كم بين نوح وإبراهيم؟ قال: 10 قرون. 10 ايه؟ احسب بقى، نحسب. سيدنا ادم عاش 1000 سنة وبينه وبين سيدنا نوح 1000 سنة، وسيدنا نوح عاش 1000 سنة وبينه وبين سيدنا ابراهيم 1000 ايه؟ هذا 4000 ايه؟ سنة. وبين سيدنا ابراهيم وسيدنا موسى 700 سنة، وبين سيدنا موسى وسيدنا عيسى 1500 سنة، وبين سيدنا عيسى ورسول الله صلى الله عليه وسلم 600 سنة. هكذا قال ابن عباس. خلاص.
سيدنا إبراهيم عاش 200 سنة، سيدنا موسى عاش 120 سنة، سيدنا عيسى عاش 33. إيه تحسبهم كلهم هتلاقي عمر الإنسان على الأرض قول كده حسبة 7-8 آلاف سنة بس. وأسجد الله له الملائكة، وأسجد الله له الإيه؟ حد سجد له الملائكة؟ سيدنا آدم ربنا أسجد له الملائكة وكل ذريته مطمورة في صلبه، وربنا سبحانه وتعالى اجتبى سيدنا آدم وغفر له وكل ذريته في صلبه. يبقى ذرية سيدنا آدم كلها مسجود لها مغفور لها. ماشي. إن الله خلق آدم على صورته. شوف الفضل ده بقى، فضل سيدنا آدم إن ربنا خلقه على إيه؟ صورته. فصحت له النيابة عن الله. فصحت له إيه؟ يبقى سيدنا آدم نائب عن الله في الأرض، أما سيدنا محمد فهو نائب عن الله في العالم. وما أرسلناك إلا رحمة للإيه؟ العالمين. هم كل ما سوى الله. العالمون هم كل ما سوى إيه؟ الله. فهو خليفة عن الله في الإيه؟ ولقد كرمنا بني إيه؟ آدم، يعني كرموا لأجل آدم. أنت مكرم عشان مين؟ عشان ابن آدم. ابن مين؟ فكلنا مكرمون لأجل إيه؟ سيدنا إيه؟ ولقد كرمنا بني. وخلقه الله بيديه وجعل اليوم الذي خلقه فيه سيد الأيام. يوم الإيه؟ يوم الجمعة سيد الإيه؟ الأيام. عشان إيه؟ عشان ربنا خلق فيه سيدنا إيه؟ آدم. وفيه أهبط إلى الأرض، يعني برضو سيد الأيام. ليه؟ عشان فيه تزينت الأرض بإيه؟ بخروج سيدنا آدم إلى الخلاف. وفيه مات. سيدنا آدم مات يوم إيه؟ وهو الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى مسح على ظهره مرتين. مسح الله على ظهر آدم مرة فأخرج ذريته في يده ربنا سبحانه وتعالى، فعرضهم على آدم بأعمارهم، يعني كل واحد عمره كم سنة. فأعجبه رجلا، أعجبه رجل يزهو. يزهو يعني إيه؟ وشه منور كده. فقال له من هذا يا رب؟ قال له ده ابنك داود. بس لا، عمره كم سنة؟ 60 سنة بس. سيدنا آدم قال إيه ده؟ عمره 60 سنة بس؟ يا رب اديله 40 سنة من عنده منه هو. قال له خلاص ندي سيدنا داود 40، يبقى هو 100 سنة وانت 1000 سنة إلا إيه؟ سيدنا آدم عليه السلام جاله ملك الموت عند 960 ايه؟ قال له ليه؟ انا لسه ليه 40 سنة. الحديث بقى بتاع سيدنا ادم لما ادى لسيدنا داود ال40 سنة، قال فكتبه الله في كتاب واشهد ملائكته. يعني لما سيدنا ادم قال له اديله 40، ربنا كتبه في كتاب واشهد ايه؟ فسيدنا ادم قال له لا انا لسه ليا ايه؟ فاخرج الله له الكتاب. قال له لا ده انت كتاب اهو. ولكن الله تبارك وتعالى اعطى داود 100 سنة واعطى 40 لادم عليه السلام. ادى دوت قال له ماشي، يعني ايه احنا كنا بن ايه بس بن يعني بنتنزل معاك يعني. شوف بقى. والمرة الثانية ربنا سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم فأخرج ذريته فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا إيه؟
وهو الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى تنزل معه بلطف حين قال له الحديث الشريف أن الله تبارك وتعالى قبض يديه لآدم فقال اختر أيتها شئت. يعني ربنا سبحانه وتعالى تنزل إيديه مقفولين، قال له اختار اللي في واحدة فيهم. شوف اللطف مع مين؟ مع سيدنا آدم. قال اختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، ففتحها فإذا فيها آدم وذريته. يعني ربنا قال له اختار، فآدم وذريته في الإيد الإيه؟ اليمنى، ولا مش في اليد اليمنى، يبقى كلهم في الجنة. دم في اليد اليمنى حد يدخل النار وهو في إيد ربنا اليمين؟ في اليد اليمنى. فسيدنا آدم ده إنسان عظيم جدا، حاجة لا يتصور، لا يتصور أن يعصى الله في شيء أصغر مسلم لا يعصى الله فيه بلا تكلف. يعني لو أنت ربنا حطك في الجنة وقال لك خلي بالك ده في واحد عدو ليك وما تاكلش من الشجرة دي، هتاكل منها؟ عندك الجنة واسعة وخلاص، الشجرة دي مش هاكل منها. فما بالك بآدم عليه السلام، النبي المكلم الذي يعلم الأسماء، الذي علم الملائكة. الشيطان هيضحك عليه؟ لا، سيدنا آدم اللي ضحك على الشيطان. هتشوف بقى القصة ماشية ازاي. انت متخيل العكس؟ لا، ده سيدنا آدم استحمل الشيطان استحمال. هيجي بقى وهيظهر بقى بلاهة الشيطان، البلاهة المتناهية مع مين؟ مع واحد يعني. وحين يقول الله للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، يعني الملائكة تقول له بقى هو ده اللي هيبقى خليفة، ويقول لهم علموا إني أعلم إيه؟ ما لا تعلمون. يعلم جيدا سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان سيبلغ أن يكون الله سمعه وبصره وجميع قواه. ده دول الأولياء، أما النبي بقى يبقى إيه؟ فكلما كمل بشر كلما تحقق إني أعلم ما لا إيه؟ كلما كمل بشر إني أعلم إيه؟ يكفي أن آدم عليه السلام كان مستغرقا في الله وفانيا في الله، والملائكة رأوا الذاكر والمذكور. يعني الملائكة قالوا ونحن، يبقى هم ايه؟ شافوا نفسهم انهم ذاكرون، نسبح بحمدك ونقدس ايه؟ فالملائكة رأت الذاكر والذكر ولم يروا المذكور، وآدم رأى المذكور، رأى ايه؟ حتى ان الملائكة قدمت ذكرهم بين يدي ان يكونوا خليفة لله. قالوا واحنا بنسبح، يعني شوف تسبيحنا، يعني عشان نبقى خليفة، يعني سمعنا يا دوت يبقى خليفة. لا يعلمون أن الله اجتبى آدم دون سابق عمل ودون سابق ذكر ودون سابق شيء، فهذا اجتباء واصطفاء دون عمل، لأنه يعلم إني أعلم إيه. فالله تعالى لا يشهد في حضور ذكره. أصل ربنا لا يشهد في حضور إيه؟ لازم تفنى عن الذكر وتفنى عن الذاكر حتى يتجلى لك الإيه؟ المذكور. المذكور وذكر لا يجتمعان، المذكور وذاكر لا يجتمعان، ربنا لا يجتمع معه إيه؟ أحد، وأنت لا يجتمع معك إيه؟ أحد. فالملائكة سبحوا وقدسوا وحجبهم تسبيحهم وتقديسهم عن مذكورهم، ماشي كده؟ فهم من المخلصين، أما آدم من المخلصين، من الإيه؟ المخلصين. شهد المذكور وسبح عن أمره،
يعني شاهد الله وربنا أمره فسبح عنه. فالملائكة رضيهم الله لذكره وتسبيحه وتقديسه، وآدم رضيه لنفسه. الملائكة رضيهم ليه؟ للتسبيح والتقديس. إنما سيدنا آدم رضيه ليه؟ ولذلك لم يتخذ الله تعالى أهلا إلا من آدم وذريته. أهل القرآن هم أهل الله ولا الملائكة هم أهل الله؟ أهل القرآن هم أهل الله. وإيه؟ ندخل في قصة سيدنا آدم. عرفتم مين بقى سيدنا آدم؟ ويا آدم أسكن، أسكن غير تملك. أول ما ربنا قال له أسكن عرف أنه حق انتفاع إلى أجل، قال يبقى هخرج منها، يعني مش دي إيه؟ أنا بسكنك بس. يبقى اللي بيسكن غير اللي بإيه؟ بيملك. فأول ما قال له أسكن قال له يبقى يعني دي حق انتفاع إلى إيه؟ إلى أجل. خلاص أنا فاهم، يعني هو سيدنا آدم فاهم أنه مش هيقعد هنا كتير. أصل لو سيدنا آدم فضل قاعد في الجنة عمره ما هينتقل إلى النبوة والخلافة، لازم يمتحن ويدرب. لو كان سيدنا يوسف فضل قاعد في حضن سيدنا يعقوب كان هيبقى سيدنا يوسف؟ لا. إنما بقى ربنا سبحانه وتعالى نزله في الجب واتسجن وراح وجي، وبعدين الآخر بقى سيدنا إيه؟ يبتلون بالابتلاءات والامتحانات، ثم بعد ذلك الاجتباء والاصطفاء. سيدنا موسى عليه السلام لو كان ظل في قصر فرعون وتربى فيه إلى أن شب كان حيبقى سيدنا موسى؟ لا، كان حيبقى واحد طالع في الأصور متدلق بدلع الأصور، ولا يصلح لأن يكون إيه؟ سيدنا آدم كذلك. ربنا سبحانه وتعالى الأول قعده في الجنة اللي احنا قلنا عليها المرة اللي فاتت عشان بس ايه؟ تشريف، بيعمل له تشريفة عشان انت جاي على في حتة جديدة، فبن ايه الاول بنعمل لك تشريفة كده علشان يعني ايه انت لسه مخلوق بقى، يعني واحدة واحدة. وبعدين بقى ينزله الى ايه؟ الى الارض بقى حيث الخلافة، ويخرجه من الجنة الفانية الى الجنة الباقية، الى الجنة الايه؟ الباقية، جنة الاختبار إلى الجنة اللي إيه؟ ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. سيدتنا حواء كانت من أجمل امرأة خلقت في نور سيدنا آدم. ما هو سيدنا آدم لما ربنا خرجه للوجود خرجه بأنوار، كان ملبسه نور، نور شديد كانش حد يقدر يشوفه من أنواره، خلق بقى وعليه أنوار ربنا سبحانه وتعالى، معلهوش لباس إلا النور، معلهوش لباس إلا الإيه؟ اللباس ده النور يقدر يعيش بيه في الجنة اللي هي، إنما بقى لما هيخرج على الأرض لا، لازم بقى إيه؟ يتغير اللباس، وإنت بقى اللي تعمل اللباس بإيدك وتعلم أولادك وتعلمهم صنع اللباس وتعلمهم الزراعة وتعلمهم التجارة وتعلمهم. ما ينفعش بقى تخرج كده منور وخلاص، لا لازم بقى فلازم هذا اللباس يقع ويتعلم ازاي يعمل لباس. المهم ستنا حواء خرجت من نور آدم عليه السلام، لم يرها أحد، لم يرها ايه؟ أحد إلا آدم عليه السلام. حتى إبليس لم يره ستنا حواء، حد شافها سيدنا آدم. هي مخصوص لسيدنا ايه؟ فكلا من حيث شئتم. حيث ديت ظرف ايه؟ ظرف مكان. ولا تقربا، في فرق بين لا تقربا ولا تقربا. لو ربنا قال له لا تقرب
يعني ما تقعدش في ظلها ولا تيجي جنبها خالص. ده بقى لا تقربها، يعني تقدر تيجي تقعد في الظل بتاعها وكل حاجة بس ما تاكلهاش، لا تقربها. ده ايه يعني؟ ما تاكلش منها. فوسوس لهما الايه؟ الشيطان. كلمة فوسوس، شايف الفاء بقى؟ الفاء دي للتعقيب والايه؟ بسرعة. يعني الشيطان ما استحملش ان هم يقعدوا في الجنة دقيقة، على طول ابتدى الوسوسة. ابتدى ايه؟ الوسوسة التي كلها بلاها، كلها ايه؟ بلاها وسذاجة. فبيقول لسيدنا ادم ايه؟ ويا ادم، يا ادم، قلة ادم، انت مين انت عشان تقول لي يا ادم؟ يا ادم هل ادلك على شجرة، ما قالوش الشجرة دي، لم يحدد الشجرة اولا، هل عاوز يشوقه يعني، هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وملك ايه؟ أبلى. سيدنا ادم ضحك عليه يعني، قال له يعني انا عارف ان انا خلقت للابد. سيدنا ادم خلق للايه؟ ومقامه لا يزاحمه فيه احد، اذ الكل له سجد. ابد ايه يا عم اللي انت بتقول؟ انا ربنا خلقني للابد، الانسان ده مخلوق للابد يا جماعه، يعني مش بيموت. انت بتفكر انه بيموت؟ لا، ده هو بينتقل الى درجه اعلى. احنا بقى اللي سميناها دي موت، خلاص موت موت، انما هو مش موت. الميت ما بيحسش انه مات، بيحس انه انتقل الى حياه بلا انفاس. انت محتاج في الحياه دي لكل حاجه، محتاج للنفس وللقلب وللرئتين انت هتنتقل الى حياه مش محتاج فيها غير لله بس، ولا رئتين ولا بتاع ولا، انما انت في الدنيا دي. فانت مخلوق للايه؟ قال له هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ طبعا ادم، سيدنا ادم عليه السلام ضحك عليه بس استحمله ماشي، ما سمعش كلامه وقال لك واحد وربنا قال له ده عدو ايه؟ فقال ايه؟ اداريه، ماشي تعالى، اتكلم الكلمتين ومشي مع السلامه. جاله مره تانيه بقى، جاله ايه؟ قال له لا، ده مش هينفع كده، انا لازم احدد له بقى الايه؟ الشجره. قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره، حددها له بقى. قال له هي دي، الا ان تكون ملكين. طب ما الملائكه سجدت قبله. الا ان تكون ايه؟ وسيدنا ادم بيضحك عليه، او تكون من الخالدين. يا عم انا خالد، ما خلاص قلت لك ان انا خالد. سيدنا ادم نجح في هذا الاختبار، في اختبار النهي والامر نجح فيه. خلاص الشيطان تعب طبعا، رايح جاي وتعب في الموضوع. خلي بالك بقى من اللي جايه ديت. الشيطان بقى بعد كده قال له ايه؟ وقاسمهما بالله. وقاسمهما ايه؟ بالله. سيدنا ادم ده مش واحد عادي، مش واحد ايه؟ واحد يحلف لك بالله ترضى وما ترضاش. سيدنا ادم ده اذا حلف له بالله انوار النبوة تجعله ينظر الى اسم الله. الاختبار الجاي ده بقى بتاع الادب، بتاع الايه؟ التأدب. الاختبار بتاع النهي خلاص، دلوقتي اختبار الايه؟ الادب. فالتأدب مع صاحب الشرع اولى من التأدب في الشرع. سيدنا ادم، سيدنا ادم ده قال لا، الله احترمه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله وليس الله منه. يعني لما حد يحلف لك بالله
علشان اسم الله. فسيدنا ادم الشيطان حلف باسم الله، قال لا ده ادم بقى ده هنا ايه قال له لا لا دام حلفت باسم الله هات يا عم اكل. يا سلام، احنا يعني الا اسم الله انا يحصل لي اللي يحصل عادي، انا ما فيش ما عنديش اي، انما تحلف باسم الله لازم خلاص. وربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا ادم ان ده عدو لك، بس ما قالوش ان ده ممكن يقسم باسمي كذب، ما قالوش ان ده كذاب، ما قالوش ان ده افاق. لا، شوف ربنا سبحانه وتعالى حتى في العداوة يعني بيعلمك انك لما تعادي حد ما تجيبش كل حاجة. يعني خلاص الشيطان بقى عدو لله، ها ده واحد بقى غير ربنا كان يطلع فيه القطط الايه، يا ادم خلي بالك ده متهور وده عدو وده كذاب وده لا، ما قالش كده لادم، قال له هذا عدو لك مش اكتر. سيدنا ادم خلاص ما. فسيدنا ادم هنا اطاع الاراده، اطاع الايه الاراده، قال بس دام حلف بالله يبقى اراده ربنا مني دلوقتي ان اكل، فاطاع الاراده وان عصى الايه الامر، فاطاع الاراده وان عصى الايه الامر. ده الاولياء من امه النبي عليه الصلاه والسلام. الولي لما يكون في ولي من امه النبي عليه الصلاه والسلام يبقى عارف انه هيعمل الذنب الفلاني في المكان الفلاني في الوقت الفلاني، وعارف ان ربنا مقدر عليه الذنب ده، فبيروح يعمله وهو عارف محضر التوبه على طول ولا ايه. سيدي عبد القادر الجيلي او الجيلاني بيقول ايه، فآونة يقضي علي بطاعة وحينا بما عنه نهتنا الشرائع، وما هو إلا أنه قبل وقعه يخبر قلبي بالذي هو واقعه، إذا كنت في حكم الشريعة عاصيا فإني في علم الحقيقة طائع. بس خلي بالك عشان تبقى كده لازم تكون ولي، مش كل واحد يروح عامل الذنب يقول لك هو ربنا اراد، لا ده دي علوم ولايه مش حاجات سهله. فسيدنا ادم عرف اول ما اقسم له، عرف ان اراده الله منه ان دلوقتي ان هو ايه ياكل. خلاص انا باكل عشان ايه؟ احتراما لاسم ايه، وليس من اجلك يا ابليس، لا انت ما تسويش عندي حاجه. فهمت بقى سيدنا ادم كل من الشجره دي؟ مش كل عشان شهوه ولا كل عشان، لا كل عشان تادب مع الله مع اسم الله سبحانه وتعالى. واللي يدل لك بقى على ان الشيطان احتار فيه ثلاث تاكيدات الشيطان قاعد ياكدهم، وقسمهما، ادي قسم بالله انه، ادي الان له لمن، اللام الثانيه لمن الناصحين، ثلاث تاكيدات يدل لك على ان الشيطان، ان سيدنا ادم تعب الشيطان قوي. فظاهر الامر وان كان معصيه وهبوطا فباطنه طاعه وادب وتكريم واجتباء. يبقى الظاهر ايه؟ ما ربنا بيعاملهم بالظاهر عشان كلهم مع بعض، الملائكه ابليس سيدنا ادم، يبقى المعامله بالايه؟ بالظاهر مش بالباطن. وفي الاخر بقى ايه اللي ظهر؟ الباطن اللي هو الاجتباء. لما سيدنا ادم عمل كده ربنا ظلمنا ايه؟ وان لم تغفر لنا، لاول مره الملائكه ترى مثل هذا المنظر، لاول مره الملائكه تعرف ما هو الاستغفار، لاول مره الملائكه ترى انسانا يتضرع، كانوا لا يعلمون هذا الشيء، كانوا لا يذوقون حلاوة هذا الشيء. إنما لما شافوا بقى سيدنا آدم بيتضرع وربنا راح مديله الأسماء، مديله الإيه الكلمات على طول، أول بقى ما سيدنا آدم حس إنه إيه، إنه خلاص أطاع الإرادة وإن عصى الأمر، مش عارف بقى ربنا هيعمل فيه إيه، هو بقى مش عارف ربنا هيعمل فيه إيه، فراح ربنا ملقنه على طول الإيه الكلمات، ربنا ظلمنا إيه
وإن لم تغفر لنا وإيه وترحمنا. مش كده الملائكة بهتت؟ إيه ده؟ إيه المنظر العجيب ده؟ زي ما شافت أول منظر لما ربنا لعن إبليس وطرده، برضو كان منظر أول مرة يتشاف، أول مرة ربنا يلعن واحد قدام الملائكة كده. فالملائكة قاعدة مش يعني شافت المنظر ده، طبعا اتعلمت ان في حاجة اسمها استغفار، في حاجة اسمها تضرع، بس هم ما يعرفوش يتضرعوا، لان هم ما بيعصوش، مش عارفين يعني ايه استغفار، ويعني يعني مش ضايقين حلاوة. يبقى هم ممكن يعرفوا بس ما دقوش حلاوة الايه، مش زي واحد عمل ذنب وبيستغفر، هو ده الوحيد اللي بيدوق حلاوة الايه. هم بيسبحوا ويقدسوا، يعني سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبوح قدوس، انما يعرفوش استغفر الله. دي استغفر الله، يعني اول ما شافوا سيدنا ادم بيعمل كده قال لك ايه ده، ولا يجوز لاي مسلم ان يقول ان ادم عصى ربه، ما يجوزش ان تقول ان ادم ايه. مين اللي يقول؟ ربنا. ربنا قال سبحانه وتعالى وعصى ادم ربه فايه. انت بقى لو قلتها غلط، لازم تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني انت وكيل عن ربنا، وعصى ادم ربه فايه. فهمت؟ يعني ربنا بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام يا ايها النبي اتق الله. انت لو قلت للنبي اتق الله تكفر، تروح للنبي تقول له اتق الله، انما تقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اتق الله، يعني مش انا اللي ماليش دعوه، انا بس بقى وكيل، انما مش انا اللي بقى ايه. فلا يجوز ان تقول عصى ادم ايه، لان كل حسنات الاولياء بالنسبه لسيدنا ادم معصيه. سيدنا ادم ده نبي كبير، خلي بالك لا يعصى الله. قال صلى الله عليه وسلم حاج موسى آدم، سيدنا موسى قابل سيدنا ايه آدم، فحب يناقشه يعني، فقال أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم. خلي بالك شوف الكلام ماشي ازاي. لا ده سيدنا آدم أبو سيدنا موسى، أبو سيدنا إيه موسى. شوف بقى سيدنا آدم بقى، شوف الرد بقى، شوف سيدنا آدم بقى يا سلام. قال له يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه. شوف بقى الرد، أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ يعني أنت بتلومني على حاجة ربنا كاتبها علي. النبي بيقول إيه؟ فحج آدم موسى، يعني غلبه. فحج آدم إيه؟ قال له يعني أنت بتلومني في معصية. كان يقدر سيدنا آدم يقول له ما أنت قتلت وأنت عملت بس كده، ويجيب له بقى القديم اللي مش كده. انما شوف الكلام بقى، قال له انت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته. الله يا سيدنا ادم، الله على اتعلمه. سيدنا ادم ما زال معلما. شكرا يا سيدنا ادم، ما زالت قصتك تعلمنا في القران. إذا كنت كما أمرت في كل شيء فلست مني ولست منك. يعني لو كنت، هو بيخاطب ولي كبير، ربنا بيخاطب ولي إيه؟ أو خليفة من الخلفاء بتوعه، بيقول له لو كنت في كل أمر زي ما أنا أمرت فلست مني ولست منك،
حتى تكون كما أريد لا كما أمرت. حتى تكون كما إيه؟ الملك النهاردة يشغلك في العطور والروائح تشتغل، يشغلك بكرة في الزبالة تشتغل. مش أنت ولي وعارف إن ربنا سبحانه وتعالى بيفعل بيك؟ خلاص، النهاردة يشغلك في حاجة تشتغل، بكرة يشغلك في حاجة إيه؟ تشتغل. ما تقولش لأ، اتبع الإرادة ولا تتبع الإيه؟ اتبع الإيه؟ لما أنت شايف الإرادة لأن الولي ده بيبقى شايف إرادة ربنا فين؟ الولي بيبقى شايف إن ربنا أراد ده دلوقتي. فلو قال الولي هو شايف إن الإرادة دي دلوقتي ده حرام، يخرج من الولاية، يخرج من الايه؟ من الولاية. لا، اهجم عليه على طول. دي ارادة ادخل، ما زي سيدنا ادم، دي ارادة خلاص. لو ما دخلتش عن ارادة تبقى عاصي ولو اطعت الامر. لو ما دخلتش طائعا للارادة تكون عاصيا وان اطعت الايه؟ الامر. فهمت الحتة الدقيقة دي؟ سيدنا آدم عليه السلام كل من الشجرة، اللي حصل ايه؟ راح ربنا سبحانه وتعالى أرخى عليه ستره ووضع عليه كنفه. محدش شايفه دلوقتي، محدش دلوقتي شايف لا سيدنا ادم ولا سيدنا ايه. وخلع عنهما لباسهما. سيدنا ادم، طب نعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى علمه، قال له خد من الشجر ورق وحطه الزقه ببعض وابدا اعمل اول لباس لك، عشان دلوقتي انت هتخرج للايه؟ للدنيا، هتخرج للأرض الحقيقية، هتخرج للمهمة الحقيقية. انت مش مهمتك هنا، زي عارف غرفة البروفة، الواحد يدخل يغير، هو بقى أرخى عليه كنفه كده، ادخل غير، بيقول له ادخل ايه؟ غير. محدش شافه، محدش ايه؟ اصل هو يقول لك الملائكة يقول ايه يا عم ده مخلوق في الكرامة، ولقد كرمنا، دي حاجة مخصوصة. وقاسمهما إني لكما لمن الإيه؟ فدلاهما بغرور، يعني أخرجهما. دل يعني إيه؟ أخرج، يعني لما تقول أرسل الدلو يعني دخله في البير، دلاه يعني أخرجه. فدلاهما بغرور، يعني الشيطان كان مغرورا حين دلاهما، وافتكر ان هو دلاهم بنفسه. لا، مش انت اللي دلته، ده الادب بتاع سيدنا ايه؟ بتاع سيدنا، والمكتوب عليه قبل ما يخلق، والإرادة والمشيئة، وانا مكرت بيك يا ابليس. ما هذا الا مكر بايه؟ بابليس، واجتباء لإيه؟ لآدم. ما كان يقدر ربنا سبحانه وتعالى لما إبليس ما يسجدش يعلمه يسجد، مش كده؟ يديله كلام يقول له اسجد، طب يديله كلام يقول له متأسف، ما ادالوش، ومكر بيه بقى مع سيدنا إيه؟ فآدم افتكر إن لما سيدنا إبليس افتكر إن لما سيدنا آدم أول ما ياكل من الشجرة ربنا هيطرده بقى زي ما طرد إيه؟ ويبعده. فوجئ ابليس بان ربنا بيعلم سيدنا ادم ايه؟ كلام يقوله، واول ما قاله فتاب عليه على طول بالفاء، فتاب عليه وهذا ابليس. والله يا اخي لو كان حد بيموت من 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 كان مات، يعني لو كان ما قالش اجعلني من المنظرين كان زمانه مات من الكمد. انما ربنا اداله وقال له خلاص انت من الايه؟ من المنظرين، هتموت من الغيظ. ف
فلما ذاق الشجرة بدت لهما، لهما مين؟ سيدنا آدم وحواء بس، بدت لهما سوآتهما. ما كانوش بيشوفوا سوآت بعض يعني، يعني كانوا بيتصلوا ببعض في هذه الأنوار بدون ما حد فيهم يشوف ايه عورة التاني. ابتدوا بقى يشوفوا عورات ايه، ما يشوف مش متجوزين. فبدت لهما ما تبدو، ده حاجة حلوة قوي الحمد لله يعني. كان زماننا دلوقتي بقى منورين ومش شايفين حاجة. صح ولا لا؟ لا احنا عاوزين يعني، فبدت خلاص حلوة قوي، تبقى فيه هدوم بتتقلع وتتلبس و... انما في نور بس كده يعني، طب وبعدين يعني. فبدت لهما، لهما هما الاثنين بس، سوآتهما وطفقا واخذا يخصفان عليهما، يعني ياخدوا من اوراق الايه الجنة الكبيرة، من ورق الجنة، يخصفان يعني يلصقان، يلزقوا ويرقعوا اوراق الجنة فوق بعضيها عشان يعملوا مثلا حاجة يلبسوها. وناداهما ربهما، يا سلام على جمال، وناداهما ربهما، ربهما، شوف النداء، ألم أنهكم، يعني مش كنت نهيتكم، محدش سمعه غيرهم هما الاثنين. إن الله يوم القيامة، حديث النجوى، يأخذ المؤمن في كنفه ويقول له ألم تفعل يوم كذا كذا، ألم تفعل يوم كذا. يبقى سيدنا آدم بقى هيكلمه قدام الملائكة، ما عرفتش حاجة، الملائكة ما عرفتش حاجة عن المعصية أصلا ولا عن أي حاجة. الملائكة عارفة أن سيدنا آدم إيه، مية مية خلاص، ده الكلام ده بين ربنا وبين سيدنا إيه. الملائكة عارفة أن هو ربنا قال إني جاعله في الأرض إيه، خلاص، فعارفة ان في خليفة. ليه انتوا مالكم، ما لهمش دعوة، ليه ربنا قال هخليه في الارض خليفة، مش عشان عمل معصية، محدش يعرف الكلام ده. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، عن ايه تلكما، شفت الجمال، التاء تلكما مش كلمة واحدة، التاء اسم إشارة وهي معربة، تاتي تو معربة على حسب موقعها في الكلام، عن تي يبقى تي دي اسم ايه، واللام للبعد، يعني هم بعد ما عملوا كده خدهم بعيد ويشاورهم من بعيد. والكاف للخطاب، بيخاطب. والماء للمثنى، يعني بيخاطبهم هما لإيه، تلكما ألم أنهكما عن تلكما، يعني النهي كان موجه ليكم انتوا لإيه. وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قالوا آه، ما كان يقدر يقول لك اه انت قلت لنا انه عدو بس ما قلتلناش انه ايه، انه كذاب، وانه لا على طول نسب الذنب الى نفسه. سيدنا ادم كان يقدر، سيدنا ادم يقول له يا رب ما انت كاتب عليا الذنب، وانا شايف وانا عارف ان انت كاتب عليا الذنب، مش دي الحقيقه؟ لا ادب، قال له لا انا اللي عملت الذنب، انا متاسف، انا الوحش. فربنا قال له لا 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 انت ايه، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الايه، من الخاسرين. قال ربنا ظلمنا ايه، المره الجايه بقى نشوف ايه بقى ظلمنا انفسنا، ما فيها كلام كبير قوي.
Thank you.